بسم الله الرحمن الرحيم. واحد من أهم آثار مدينة الإسكندرية منطقة كرموز، عمود السواري، عمود دقلديانوس، عمود بومبي، أي التسميات الثلاثة تقبل عند المستمعين أو عند الرائين أو الزائرين لمدينة الإسكندرية. أهمية هذا العمود تكمن في حاجتين: أعلى عمود أثري في مصر 26 متر 85 سنتي، ما قلتش أعلى مسلة. التسمية بتاعته العرب اطلقوا عليه اسم عمود السواري ونسبوه إلى ساريات المراكب، بينما نسبه البعض الآخر من المؤرخين الرومان بأنه عمود بومبي. متحدثين عن قصة تتناول أن القائد بومبي حين هرب إلى مصر في نهاية العصر البطلمي جاء إلى الإسكندرية محتميا بأبنائها من أسرة البطلمة الذين ساعد أباهم بطلميوس 12 في أن يعود إلى مصر، ولكنه قتل فحزن عليه كثيرا الإسكندر يوليوس قيصر ووضع رأسه فوق هذا العمود. وهي رواية إلى حد ما ضعيفة جدا، لكن الأقرب وفقا للنص الموجود على جانب العمود يتحدث عن أن الوالي بوستوموس والي الإسكندرية قد أقام هذا العمود تكريما وتخليدا لذكرى قيام الإمبراطور الروماني دقلديانوس بمحاصرة مدينة الإسكندرية لثمانية أشهر، ثم العفو عنها وعن أهلها، وأعلن أن القمح الذي يأتي من مصر في هذا العام سيذهب إلى مدينة الإسكندرية، فكان هذا الشكر والتقدير منها. العمود ممثل بثلاثة أجزاء: القاعدة وعليها بقايا من الداخل، بقايا نقوش لبعض ملوك الرعمسة زي سيتي الأول تحديدا، وبعض ملوك العصر الصاوي وجد بقايا خرطوش باسم بسماتيك. بدن العمود دائري اسطواني من الجرانيت الأحمر، التاج على شكل العمود الكورنسي، وأجمل ما نقوله على التاج أن المؤرخ المقريزي حين جاء لهناك سمع من أهل الإسكندرية بأن تاج هذا العمود أو قمة هذا العمود تسمح ل 22 شخص بأن يجلسوا فوق هذا العمود ليتناولوا الطعام. هذا العمود يمثل جزء زي ما قلت لحضراتكم من المنطقة بتاعت كرموز، والتي سمح فيها في أيام بطلميوس الثالث اتفق ووفقا لمرسوم كانوب الأول 237 قبل الميلاد بأن يقام في هذه المنطقة السرابيوم. هنتكلم على السرابيوم بالتفصيل، لكن هحكي لحضراتكم حاجة صغيرة قوي في نهاية الفيديو تمهد لنا للي جاي، أن منطقة السرابيوم تمثل قمة الحظ وسوء الحظ. الحظ في أن ألان رو يكتشف السرابيوم، وسوء الحظ أنه كان مساعدا لأدرياني الأثري الإيطالي الذي لم تسعف الظروف لقيام الحرب العالمية الثانية، ووجود إيطاليا في جبهة مضادة ضد الإنجليز، فأبعد الرجل من المنطقة وأصبح العمل في اسم ألان رو الذي لم يستمر طويلا ليكشف عن لوحات تأسيس السرابيوم. كل الصور اللي احنا بنقابلها دلوقتي وبتمهد صور بتمثل منطقة المتحف المفتوح التي أقامته وزارة الآثار المصرية ليوضع فيه العديد من المكتشفات الأثرية التي تخرج من منطقة السرابيوم وما حولها، وحتى من بعض المناطق المجاورة، ومنها منطقة ما يعرف به المكتبة الصغرى، ومنها ما يعرف به بقايا السرابيوم وبقايا مقياس النيل وبقايا منازل الكهنة وأحواض التطهير. كل هذه الأماكن التي نشير إليها الآن ويشار إليها بالصور هي صور بعرضها بس على حضراتكم علشان المرات اللي جاية إن شاء الله وإحنا بنتكلم على السرابيوم والمكتبة الصغرى والمقارنة، وهل كانت هذه المكتبة هي أرشيف المعبد فعلا، وما حقيقة زيارة هادريان إلى هذا المكان وإقامته وتطويره لقدس أقداس هذا المعبد، أيضا ما هي حقيقة أن هذا العمود نسب إلى بعض الأباطرة الرومان في نهاية القرن الرابع الميلادي في الوقت الذي أعلنت فيه المسيحية ديانة رسمية لديانة الدولة. انتظروني الفيديو القادم بإذن الله تعالى عن السرابيوم، تاريخه وآثاره وكل منطقة المتحف المفتوح بمنطقة سرابيوم الإسكندرية، وأهم السرابيوم الموجودة في مصر ومناطق تواجدها: سقارة، قرية سرابيوم في الإسماعيلية، وأشهرها على الإطلاق وما سنتحدث عنه المرة القادمة بإذن الله تعالى عن الإسكندرية، ولماذا توجد العديد من الآثار في هذا المحيط، منها ما هو منقول منه ومنها ما اكتشف هنا. شكرا جزيلا.